السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. عندنا اليوم جهاز ايباد 9 اصدار 17 iOS 17.1. بدنا نعمل له تخطي للام دي ام. زي ما انتم شايفين الجهاز معمول عليه ريموت مانجمنت، تمام. وبدنا نتخطى هذا الحساب في كبسة زر، خلال دقيقتين بيكون فاتح. يا ريت في البداية إذا كنت مش مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول شيء زي ما انتم شايفين الإصدار 17.1، راح نستخدم أداة 4UK معروفة ومشهورة هاي القناة. للناس اللي ما بتعرف تستخدمها أو استخدمتها بطريقة خاطئة أو ما زبط معه، اليوم راح يحل له الموضوع. هاي الموقع راح أترك لك إياه في الوصف، تقدر تشتري الحزمة اللي بتناسبك من هاي الحزم وتفعل الاداء. الكيب بيبعتوا لك اياه على الايميل. لو اجيت انا اعمل باي باس ام دي ام راح يطلب مني اني اعمل ترست على الجهاز، وهنا الجهاز لما انا اشبكه في الكمبيوتر ما راح يعمل ترست، لاني انا شبكته على الواي فاي وشبكت واخذ انه عليه ريموت مانجمنت. شو لازم اعمل بالحاله هاي؟ لازم ادخله وضع الديفيو مود واعمل له ريستور بدون ما اعمل على الجهاز ولا اي شيء. راح بالبداية عندي كمان جهاز تاني عليه نفس المشكلة. عندي ثلاث اجهزة المفروض، يعني في واحد فتحته وهي الجهازين هدول. هذا الجهاز انا عملت عليه عملت له ريستور وما شبكته نت ولا تحركت اي شيء بالشاشة، هاي الشاشة الرئيسية وما غيرت عليه اي شيء. شو راح اعمل؟ راح اضغط، راح اشبك الكيبل في الجهاز، وزي ما انتم شايفين الجهاز اخذوا الكمبيوتر واخذوا البرنامج. راح افتح هذا الجهاز بالوضع الطبيعي عشان اللي بده الفيديو لغاية هون، وراح احل المشكلة تاع الديفايس الثانية اللي ما اخذها الجهاز. راح اعمل هون ستارت. زي ما انتم شايفين بلش يعمل باي باس ام دي ام والجهاز مشبوك بالبرنامج. اهم شيء تعمل له ريستور وما تعدل ولا اي شيء، يعني اترك الجهاز على الشاشه الرئيسيه وما تعدل ولا اي شيء. ليش؟ لانه مش راح يرضى يعمل معك ترست للجهاز. زي ما انتم شايفين بلش يعمل ريستور. صار الجهاز هون يعطي ريستور ان بروجريس زي ما انتم شايفين هاي الشاشة ريستور ان بروجريس، والجهاز هون بيعمل بعد. زي ما انتم شايفين عمل باي باس، خلص وطفى الجهاز واشتغل. طفى الجهاز واشتغل هنا، اعطاني انه اوكي ضل. هلا بدنا نشوفه كيف راح يشتغل الجهاز. طبعا انا بعتذر على الصوت اللي في الفيديو، يعني ما تبع الخضرة اجي يبيع وانا بس بعمل في الفيديو، والمشكلة هاي فيش فيها رجعة يعني. وانا خلص مدام اعطيته الامر فيش مجال ترجع، لانه بفتح لغاية 5 اجهزة. فزي ما انتم شايفين هيو، يا ريت اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة. احنا بالعادة يعني ما بنتجرأ نشتري برامج زي هيك، انه فيها برامج ممكن تكون مش شغالة، ممكن تكون فيها مشاكل، ممكن انها ما بتدعم الاجهزة.
بس بصراحة يعني تجربتي في هذا البرنامج يعني كويسة رائعة، يعني عجبتني، راح أظل مستمر عليه للأشياء اللي عليها إصدار حديث. طبعا الجهاز هو ما في مشكلة في الآي كلاود، هو بس الام دي ام اللي هو الريموت كنترول. زي ما انتم شايفين الجهاز فتح بشكل كامل، وانا هون هاي الجهاز فتح بشكل كامل، نقدر هيك نفوت على الاعدادات. زي ما شايفين ما في ريموت ولا في اي شيء، والجهاز فتح بشكل كامل. طبعا هذا الجهاز الثاني انا بفتح اليوم، فتحت برضو هذا الجهاز، برضو هذا الجهاز فتحته اليوم نفس الشيء. هلا هذا الجهاز كيف بدي احل المشكلة عشان يرجع يفتح؟ الحل بسيط جدا. بالبداية هنجرب نعمل طبعا يا جماعة، هنا الصوت فصل عندي، وقفت المايك، اجاني تليفون وانا بصور من التليفون ففصل المايك، فبدي اكمل بصوتي كمان مرة. الجهاز هلأ مندخله بوضع الديفيو مود. طبعا يا جماعة انا جربت في هذا الجهاز، شبكت عليه انترنت، زي ما انتم شايفين انا الان بشبكه في وضع الديفيو مود، بضغط باور وخفض الصوت والهوم، بعدين بترك الباور زي ما شفتوا هلا، وبضل كابس. هلا راح يدخل الجهاز بوضع الديفيو مود، هيك دخل بوضع الديفيو مود. هلا بدي اعطيه ريستور على الايتونز، يعني بدي اعطيه ريستور. هي زي ما انتم شايفين اعطاني هون على البرنامج انه انا شابك في وضع الديفيو مود. هون بدخل على الايتون وبعطيه ريستور، بعدين بضغط ريستور اند ابديت زي ما انتم شايفين في الفيديو. هاي العملية بتستغرق بين 10 دقائق لربع ساعة اذا كان محمل الفلاشة على الجهاز. اذا ما كان محمل بحملها بعدين بينزل، بدك تتركه لغاية ما يشتغل الجهاز. اهم شيء بس يشتغل الجهاز لا تلمسه نهائيا، خلاص بس بشبك فيه سلك الداتا وبعطيه الامر تاع الام دي ام، لا بشبكه نت ولا بعمل اي خطوة ولا بختار لغة ولا بعمل اي شيء. هذا الجهاز شو صار معي يا جماعة؟ شبكته انترنت وجربت اشبكه على البرنامج، اعطاني مباشرة رسالة انه الجهاز نوت سبورتد مباشرة. رديت عملت له ريست للجهاز ورديت شبكته، صار يطلع لي مسج انه لازم تعمل تراست على الجهاز. الجهاز وهو شابك انترنت لما ياخذ ريموت مانجر ما بيرضى ياخذ تراست نهائيا، ففي الحالة هاي لازم تعمل له اعادة ضبط مصنع، اللي هي اللي انا الان بسويها اللي هي الريستور. فانت مجرد ما عملت هاي الريستور بيرجع مباشرة الجهاز وبيعمل ابديت على اخر ابديت، يعني 17.1 اخر اي او اس موجود، يعني على اخر تحديث بتعطيها كاملة. بعدها بدنا نعطيه الامر زي ما انتم شايفين الان في الفيديو امامكم. بتستغرق هاي العملية بين 10 دقائق وربع ساعة لغاية ما تكتمل كامل. زي ما انتم شايفين انا فتحت 3 اجهزة، هاي الجهاز الاول والثاني وهذا الثالث اللي انا بشتغل فيه، الثلاثة نفس الاصدار 17.1. يعني كل جهاز معمول له ضبط مصنع وجاهز، عملية بتستغرق دقيقة واحدة زي ما شفتوا في الفيديو، دقيقة واحدة فقط لا غير، بس يكون عامل له ريستور وبس مجهزه، تعطيه الامر دقيقة واحدة فقط وبيشتغل. الموضوع سهل جدا جدا. طبعا يا جماعة هيك بالمرحلة الأخيرة أنا قدمت الفيديو، يعني قطعت منه لأنه بدك تستنى ربع ساعة فالفيديو راح يكون طويل كثير. هاي عملية الريستور بتاخذ ربع ساعة، أغلبكم بيعرف هاي العملية إنها بتاخذ من ربع ساعة لثلث ساعة. هيك صار الجهاز جاهز، زي ما أنتم شايفين ما عندنا مشكلة بالآي كلاود، فبنعمل له هنا أوكي وراح يفتح معنا الجهاز هنا عادي بالوضع الطبيعي. الجهاز لساته تحت بعد، لسه ما فتح، بس هو هنا فاتح على الآي تون لأنه هو الآي كلاود فيه فاتح ما في مشكلة. بضل عندنا مشكلة الـ MDM الريموت كنترول،
طبعا الريموت كنترول ما بيشتغل كاميرا، ما بينزل تطبيقات الشركة، يعني بضل مربوط في داخل الشركة، برامج الشركة بس، ما بتقدر تتحكم في أي شيء خارج الجهاز. ما ننتظر لغاية ما يكتمل الآيباد عملية الفتح كامل. طبعا يا جماعة يعني العملية سهلة جدا، بس انت تكون مجهزه ريستور بس، واعطيه امر على الاداة. طبعا الاداة بتدعم الاي كلاود وبتدعم فك رمز القفل بدون حذف البيانات يا جماعة، وهي ميزة. طلعوا هون الخيارات، يعني ميزة حذف القفل كمان ممتازة، والباك اب تبع الجهاز. هاي الشغلات احنا يعني كثير ناس تتضرر من موضوعها. زي ما انتم شايفين اعطيته امر مباشرة، مجرد ما فتح مباشرة اعطيته ستارت، ما راح يكمل دقيقة واحدة، ما راح يكمل دقيقة واحدة. شايفين كيف العداد بعد بسرعة، مباشرة راح يفتح الجهاز. هلا راح يصير ان بروجريس، راح تتحول الشاشة ان بروجريس زي ما انتم شايفين، ومن هون راح يفتح الجهاز. لما يعطيني سكسسفولي، لما يعطيني هون سكسسفولي، هي ان بروجريس، هلا راح يعطي فوق سكسسفولي ويفتح الجهاز. طبعا اول ما يخلص الامر الجهاز بيعمل ريست، بطفي وبيشتغل، بيعمل ريست بطفي وبيشتغل. مجرد ما هي هيك خلص يا جماعة زي ما انتم شايفين. في ملاحظة مهمة جدا 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 لازم احكي لكم اياها، لما تشبكوا واي فاي الجهاز اول مرة راح يعطيك انه بعض التطبيقات الانترنت لا يعمل. شو بدك تعمل؟ بدك تفوت على الشبكات الخلوية وتختار الواي فاي اسنسن وتفعل كل التطبيقات اون، ما عدا التطبيقات اللي ما بدك تشتغلها اوف، لانه راح تلاقي كل التطبيقات اوف بدك تشغلها، يعني الانترنت مش راح يشتغل، لا اي كلاود ولا يوتيوب ولا اي شيء. فلازم كلها تعملها اون، بس تغير الاعداد لاون. هو الوضع الطبيعي بيكون اون، بس لما تعمل هذا الاعداد بصير كله اوف. فانت مجرد ما عملته اون الواي فاي عندك بيشتغل والامور طيبه، وتحط الاي كلاود اللي بدك اياه وتشتغل على الجهاز. واهم شيء لا تعمل له اعاده ضبط مصنع، لانه بيرجع مثل ما كان، فلازم ترد تعمل له باي باس كمان مره عشان يرجع. اهم شيء لا تعمل له ضبط مصنع للايباد. هلا الجهاز راح يفتح واعمل ريستارت بس. مازال الجهاز بيشتغل، مازال الجهاز بيشتغل. كنت ناسي المايك مطفي، بدي طول الوقت بحكي والمايك مطفي ما شاء الله. يلا الحمد لله، راح يغلبني مونتاج هذا الفيديو. يلا بسيط. هاي الجهاز فتح يا جماعة، الأمور طيبة، كل شيء تمام. يا ريت إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. زي ما شفتوا راح الريموت، ما في اي شيء. هاي برضو دخلنا على جنرال، دخلنا على في بي ان اند ديفايس مانجمنت، زي ما شايفين ما في اي شيء. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، نراكم على خير ان شاء الله فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.